اهلا وسهلا. اهلا يعيشك وشلونك؟ اهلا لباسك. لاباس ربي يهنيك، مرحبا بك. ربي يحفظك ان شاء الله على خير. ربي يعيشك. ربي يخليك. انت عارفه عليك؟ عزيزه من العلمه. عزيزه من العلمه، مرحبا بك وبكامل ناس العلمه. الله يطول بعمرك يعيشك. واش راكم انتم لاباس؟ والله لاباس، كي تكونوا ملحن ولو هايله. الله يحفظك، الله يحفظك. نشكركم والله، نشكركم بزاف بزاف على المجهود اللي تقوموا به. والله كيف ما نشكر، ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احنا ان شاء الله احنا الهدف نتاعنا هو ارضاءكم، هذا هو الشيء المهم. كي تكونوا راضيين ولو هايلين. شكرا. كل المواضيع اللي ديروها راك مسيدينا بها، وخاصة خاصة اليوم اللي راك قلت على ذاك المثل الشعبي ذاك، تاع جرة تربح وجرة تخسر. تذكرونا بالامثال الشعبيه تاع جدودنا يعني. ربي يحفظكم ان شاء الله. والله الحمد لله. كل ما قالوه جدودنا راني نسمعهم كما نقول والله صح. وصح وعلى بالك ونعيشوه في يومياتنا، ما نقدروش نتخلوا عليهم. واش خلاو جدودنا؟ ان شاء الله. هذاك المثل قلت له يعني اليوم هذاك، يعني انا بل والله ما نؤمن به. ايه عشت التجربه هذه، قلت يمكن هذه اللي قالها جدودنا صح. ايه عشتيها في حياتك؟ والله عشت وحدة، كنا نخدموا عادي، كله نخدموا عند الناس، احنا يا رحالة نرحلوا من كل بلاصة. ايه الله يبارك. ايه يعيشك. والله صدقني يا لطفي خويا نسكنوا في جيبون. ايه ما شاء الله عبالك. ونرحلوا في كل مكان. ايه مرة هاك جانا واحد السيد البلاصة هذه اللي ساكنين فيها بالجيبون. ايه ودانا قلنا ممكن تخدموا عدي وتلقوا عدي كل مليح وكل توالي. ايه تولي خير ما ظلوا يطرحوا وجهو. ايه قعدنا توالو قعدنا توالو، عطينا عدو 5 سنين. 5 سنين الله يبارك. ايه هاي 5 سنين وحنا توالو. ومن بعد جينا واحد وليدات يبداو يقراو. ايه عاد يقراو البلاصه تاع المدرسه بعيده في الجبل. ايه هي عاد بعيده هكذاك. واستمارة والله تعبنا ما يديروا. واسمها البلاصه، واسمها البلاصه واسمها البلاصة هذيك؟ واحد البلاصة هاك يقولها زيرة. زيرة. ايه. ايه. بلاصة هاك بعيدة، وواحد المرة هاك واحد الأستاذ ربي يحفظها، مش نقولوا مرة هاك تابع الأساتذة، مرة كاينين واحد الأساتذة نقولوا يعني نشكرهم الكامل. لا الأساتذة نتاعنا ما شاء الله عليهم، حنا ذكرت سيدة من قبيل يعني هذيك كانت حالة برك. ربي إن شاء الله يعطيهم كل خير. إن شاء الله يا رب. يتعبوا. ايه. ويروحوا ويجوا. ايه بعد كي شافوهم يروحوا جوا عادوا يحبوا يتبعوهم وين يروحوا وين يجوا. ايه جو واحد المرات جات معاهم الاستاذه تاعهم حتى للدار. هكذا؟ ايه جات معاهم للدار وهما روحوا شافت الدار. ومن بعد من بعد قالت لها هذه الدار كم؟ قالت لها وصلوا هم ولاو. ايه ما شاء الله. واحد المره ركبت هي وباباها وجات. هذه الشيخه اللي تقري. ايه هذه اللي تغرى في الولاد تاعي. ايه جات معاهم وجات توالم، جات توالي بدا. ايه يعني كثر خيرها، جابت لي واحد المصروف هكا وقالت لي يعني ساكنه ساكنين، وقالت لي قلت لها انا هانو ساكنين يعني للحق الصراحه كيما رانا عايشين. دخلت للدار وجات كل شيء. الله يبارك. جات وروحت المخلوقه ودارت الخير وروحت. من بعد عطات سمانه هكذاك وجات رجعت لي. ايه من بعد هي رجعت ورجعت هي والمدير. ايه كي جات لي المدير قال له يمكن نحكم لك بلاصه شويه، انا تعود في القريه تقري ولادك قريب وخير من التعب هذا اللي ظل يطرح وجهي. ايه الحمد لله. ايه ومن بعد؟ ولا المخلوق دار فينا الخير وجابنا للقريه دوك وليداتي يروحوا ويجوا. الحمد لله. ولدت دوك وليداتي راهم يقراوا والحمد لله وهم يديروا فينا بالخير والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. سيدي كنا عايشين وشفنا التمرميد اللي شفنا. الحمد لله. يعني هنا اللي جرته تربح، هو بالك اللي جابكم سكنتوا عنده. الراجل هذا اللي جا اللي سكنتوا عنده. ونقول لك سنين والله يتر. ما شاء الله ما شاء الله، يعني اللي سكنتوا عنده هو اللي جرته تربح. ايه انا يعني الحق منش قلت هذا راك يعني تلقانا لطفي خويا، رانا ما حكمنا حتى بلاصه والله. القريه الكل تحولنا من البلاصه لبلاصه. هكذا ودوكا الحمد لله استقريتوا. دوكا يعني ساكن الغرفه هذه اللي جابونا ليها انا ساكنين فيها وليداتنا يقراوا الحمد لله. الحمد لله يا ربي الحمد لله. وما تزيدوش ترحلوا لجهه واحده اخرى. الحمد لله.
الحمد لله. لا هذه الساعه نقولوا الحمد لله يا ربي، رانا ساكنين وليداتنا يقراوا والحمد لله. الحمد لله. ولا ظروف الشغل الزوج تاعك يخدم خدام؟ يخدم هو يسيب له الخدمه، نهار اللي يقولوا الخدمه يقولوا روح تخدم، يسيب الخدمه يعني، ونقولوا نهار يخدم ونهار لا. لا صح الحمد لله. ربي برحمته. شحال عندك دراري؟ عندي 5 اولاد. ما شاء الله، الله يبارك. شحال في عمرهم؟ يعيشك. عندي الكبيرة عندها 14 سنة. الله يبارك، الله يبارك. بارك فيك يا عايشة. والثانية أي تقرأ في أولى ابتدائي. إيه. وواحد يقرأ في السنة الثالثة، وعندي البنات زوج توامة يقرأوا في السنة الثانية. توام حقيقي. نعم هي توام حقيقي. ما شاء الله، ربي يخليهم لك إن شاء الله، يحفظهم إن شاء الله يا ربي. الله يحفظك. وراهم جايبين رواحهم في القراية؟ جايبين رواحهم؟ هم جايبين رواحهم في القراية؟ هم يقراوا مليح؟ ما عليهمش، الطفلة الكبيرة ما عليهاش. عليه. إن شاء الله ربي يفرحك بهم يا ربي إن شاء الله. الله يحفظك يا خويا، ربي يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله. نشكركم بزاف بزاف على المواضيع. والله احنا اللي نشكروك اللي فتحتي لنا قلبك. ربي يخليك إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله الفرحة تدخل دارك وما تخرجش. الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظكم والله. قد تقولي كل صباح ما نقدرش نروح من تويل قدام التلفزيون حتى نكملوا برا احنا. الحمد لله الحمد لله. قولي لنا برك، ولادك ياكلوا مليح؟ صح؟ ولادك ياكلوا مليح؟ ما عليهم الحمد لله على المعيشة اللي عايشينها، والله نقول لك يعني عايشين مليح، ما نكذبش عليك، الصحة اللي كاينة برك. الحمد لله. أنت دوكا وراك وتسكنوا؟ احنا دوكا نسكنوا في البلدية، قولها بلدية البلاح. بلدية البلاح؟ نعم ايه. تحية الكامل ناس بلدية البلاح وين ما كانوا، وربي يخلي لك ولادك إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله بيتكم عامر. الأساتذة الجالمة اللي داروا فيا الخير والله نحييهم واحد واحد، ونقول لهم ربي يحفظكم وربي يوفقكم إن شاء الله. هذا هو المعلم، المعلم مهنته نبيلة. من المفروض المعلم ما يدرسش برك داخل المدرسة، بصح يحوس كيفاش عايش الطفل اللي يكون يقرأ عنده، هذا شيء جميل. الله يحفظك لك خويا يا رب. نحيي الاستاذة ريما بزاف بزاف، والاستاذة رانيا، ونقول لهم ان شاء الله ربي يوصيكم يعطيكم ربي كل خير ان شاء الله. ان شاء الله ربي اجرهم ان شاء الله. ربي يخليك، يعطيك صحة على اتصالك، شكرا لك. تحية ليك ولكامل ولادك، شكرا لك.